السلام عليكم. اليوم احنا نزوركم طبعا حسب توجيهات معالي وزير الداخليه المحترم وبتوجيه مباشر من السيد المدير العام اللواء الحقوقي نشأة ابراهيم الخفاجي، اليوم اجينا نشوف الدار ونسلط الضوء عليها ونشوف احتياجاتكم بالنسبه لابنائنا الايتام، في لا سيما في موضوع البطاقه الوطنيه اذا تحتاجون شيء ان شاء الله. كل الهلا بيكم. الله يبارك فيك. الدار ايش قد يضم عدد من ال هسه حاليا عندي 45 مستفيد. كلهم بنات هم؟ بنات. ايش قد اعمارهم؟ من 6 الى 12 سنه، مرحله الابتدائيه. 6 الى 12 سنه. نعم. مستمسكات، شلون وضع مستمسكاتهم؟ والله مستمسكات على الاغلبيه ما عندهم، يعني انا من مجموع 45 عندي 16 مستفيده. نعم. فقط اللي عندهم هويه. كاملة يعني. هوية الأحوال المدنية عندك فقط لهم؟ اي ما بس عندي هوية يعني، وهاي لو تجيني يعني مثلا مصورة يعني قديمة كلش. نعم. أو بأنه احنا نسعى أنه احنا شلون تتأكدون من الإثباتات اللي تستلموها من عندهم؟ قرار قاضي، مركز. نعم. الشرطة. تأكدتوا من الدوائر؟ صارت. نعم. مخاطبات مع الدوائر؟ لا، مع عدة الدوائر لا، بس هو على أكثر كان الأستاذ سعد معن بصراحة، هو ملتزم بهذه القضية. نعم. زين. وهسه إجاني توجيه، أي بارك الله بي ولا أخير عليك، يعني هو رجل متفضل على الأيتام بصراحة. بالتأكيد. توجيه من وزير الداخلية عبد الأمير. هو احنا اليوم توجهنا لكم بتوجيه من جانا كتاب رسمي معالي الوزير والسيد المدير العام. نعم. شخصية اللي وانشت ونتابع موضوعكم. جانا الكتاب انه اللي نرسل الاسماء اللي ما عندهم هويات. نعم. هذا وهم يتولون بعد الامر. هو احنا اليوم متوجه لكم مباشره ان شاء الله. اليوم احنا كادر قسم العلاقات والاعلام في المديريه العامه للاحوال المدنيه والجوازات والاقامه نثبت التفاصيل ان شاء الله، وعلى ضوءها ان شاء الله يزوركم السيد المدير العام ويتوجه لكم الحقيبه المحموله ل ان شاء الله تصوير. هم ضحايا يعني. أكيد. بنات ما لهم اي دول بناتنا. إيه. دول بناتنا ضحايا. وانا اواجه مشكله انه بالسادس ابتدائي بصراحه يصيرون بكالوريا لازم بطاقه وطنيه، لازم هويه.